وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. عجائب البحر أعظم من أن يحصيها أحد إلا الله. كشف علماء البحار في النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار أمواجا عاتية دهماء مظلمة حالكة إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها. فعلى عمق 60 مترا عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلما في البحار، بمعنى أننا لا نستطيع رؤية الأشياء في أعماق تبعد 60 مترا عن سطح البحر. ولذلك زود الله الأحياء البحرية التي تعيش في أعماق البحار اللجية بنور تولده لنفسها، ومن لم يجعل الله له نورا في تلك الظلمات فما له من نور. نسي هؤلاء المكتشفون أن الله ذكر تلك الظلمات في قوله قبل أن يخلقوا وآباءهم وأجدادهم. أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن